أهلا وسهلا بكم في قناة مولة للكيتو واللو كارب والأكل الصحي. يلا نشوف مقادير وطريقة تحضير البفتيك في نظام الكيتو واللو كارب. نخش في المقادير على طول. أنا عندي محضرة شرائح الدجاج وتبلتها بملح وفلفل أبيض وبصل وعليه ليمون حامض. كيف نقلي البفتيك؟ أنا قبل استخدمت مجروش الترمس، تجيني تعليقات من مجروش الترمس مش موجود عندنا، فقلت يلا نجرب شيء جديد وطبعا نجح معاي. ايش هو؟ نشوف الخلطة اللي بنلبس بها البوكتيل. عندي 3 بيضات وملح وفلفل ابيض وزعتر ونكهات اللي انتو تحبوها. عندي المضرب الكهربائي في هذه الأثناء. شن هو الإضافة اللي بنضيفها وبيلبس الدجاج؟ بصراحة يعطيني طعم رائع وجميل جدا، هو واي بروتين طبيعي أيسوليت، ما في شيء أي منكهات أي إضافات. نضيف 3 ملاعق. نشوف أنا نبي خليط زي الكيك، نحط 3 ملاعق كبيرة ونشوفه هل يطلع لي زي الكيكة زي خليط الكيك. مازال نضيف ملعقة ثانية، مازال الخليط ما يتكتفش. هذه ملعقة، نخلط المقدار. خلط الخليط كويس، ما فيش اي تكتلات. هذا هو الخلطة اللي نبيها. حطيت الزيت على النار نخليه يسخن. عندي الخلطة اللي بنلبس بها الدجاج وعندنا الدجاج موجود، عندي الخليط وعندي شريحة الدجاج اللي متبلينها بسم الله، نحطها في الخليط نخليها تنزل شوية نقول بسم الله ونحطها في الزيت بنفس الطريقة. ناخذ شريحة ثانية نشوفه يعني بيتحمر، نحطه على نار هادية يتحمر ويتقرمش. شوف الطبقات تتماسك للدجاج، وبعدين الزواد نصفيه. كيف خفيفة جدا، خفيفة قطعة الدجاج، وكيف بتتماسك كيف بدأ يتماسك القطعة. واصل كيف تحمير، خليه يتحمر ونشوفه بعد شوي. بتاعي قاعد يتحمر، قطعة جميلة ورائعة بصراحة، تحمرت وهشة. هذه القطعة اللي حصلنا، قطعة البفتيك رائعة بصراحة. لا مستحيل حتطلع لي قطع بفتيك بدقيق اللوز او دقيق جوز الهند، مستحيل يطلع بفتيك. قاعد الزيت زي ما هما، رغم في قطع صغيرة متاع البيض ومتاع البروتين، لكن مش مشكلة نصفيه. نكمل المقدار ونشوفه في طبق التقديم. بفتيك الدجاج الرائع والجميل جدا بصراحة، هش لو تسمعوا هش رائع جدا. من منا ما يحبش بفتيك مفتيك الدجاج؟ وهذه تاني وصفة ليا، أنا درتها بمجروش الترمس والنجاح، وهذه تاني وصفة ونجاح ورائع جدا. كيف منفوخة كيف تقرمش وهشة، نوريها لكم من جوا كيف الصوص. صوص الهشاشة هي فقط بيض وبروتين، كأنه بفتيك بمجروش بالخبزة، نحط معها مايونيز وكاتشب، روعة بصراحة، رائع وجميل جدا. ويلا نشوفوه في طبق التقديم. طبقنا الجميل والرائع والناجح البوفتيك، طعم رائع بصراحة، أتمنى يجربوه. ما عندي شو بنقول فيه، لا مصل الزيت لا فيه مادة دهنية، كان بوريك عادي. طبق اللي نبوها المقرمشة، هذه الطبقة المقرمشة هي الواي بروتين اللي من غير
نكهات نقدر نحصله عليه. بفتيك رائع وجميل جدا هذه القرمشة، وإن شاء الله صحة وهنا مع البفتيك الرائع.